كابتن شوبير النهارده بيهاجم مجلس اتحاد الكره المصري في الراديو. ها اتحاد الكره المصري في الراديو، ها اتحاد الكره المصري في الراديو. يا كابتن شوبير اقسم بالله العلي العظيم، حضرتك وشوف الاحترام، حضرتك نائب رئيس اتحاد الكره المصري، والله انت بتهاجم نفسك، انت بتهاجم مين؟ طب يا ريت يا ريت لما يجي الاعلامي اللي هو نائب رئيس اتحاد الكوره اللي بيهاجم اتحاد الكوره ما بيقولش، انا بقول اهو ما يقولش اتحاد الكوره بيعمل كده ليه، لا ما تقولش اتحاد الكوره، قول هاني ابو ريده بيعمل كده ليه، هو احمد شوبير بيعمل كده ليه، هو سيف زاهر بيعمل كده ليه، هو حازم امام بيعمل كده ليه، هو مجدي عبد الغني بيعمل كده ليه، قول اذكر الاسماء. لكن هنتستر على فكره ان انا نائب رئيس اتحاد الكوره وبهاجم اتحاد الكوره، فبدل ما هاجم الاسماء اللي المفروض هي اللي بتطلع القرارات يبقى الهجوم مستتر، يبقى ما جيبش اسماء. اتحاد الكوره بيعمل ايه؟ هو اتحاد الكوره بيأجل ليه؟ هو اتحاد الكوره هو اللي بوظ الدوري؟ حضرتك قول لا، قول احمد شوبير بوظ الدوري، هاني ابو ريده بوظ الدوري مثلا، ما انت لازم تقول الاسماء، ما هو مين اللي بيتخذ قرارات؟ هو اتحاد الكوره ده مبنى؟ هو اتحاد الكوره ده مكتب؟ هو اتحاد الكوره ده قلم؟ اتحاد الكوره ده اشخاص هو المنوط بيهم يقولوا ويعملوا. فانت ما تهاجمش المبنى، لكن هاجم الاشخاص اللي انت واحد منهم.